اليوم هو تفعيل لمسار تم إطلاقه على هامش المؤتمر المناخي 22 بهذه المدينة بمراكش، وهو الإعلان المشترك فيما يتعلق بتعبئة المالية المناخية فيما في علاقتها بمقاومة الجماعات الترابية للإشكاليات المناخية، خاصة الآثار المناخية في كل الأبعاد ديالها. اليوم تم هذا الإعلان المشترك بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الترابية، وكذلك مع جمعيات الجماعات المحلية ووزارة الداخلية وجمعيات الجهات. هذا الإعلان المشترك أولا عنده اللي خلفيته مقاربة أولا مندمجة بالنسبة للحكومة، بحيث وزارة كتابة الدولة التنمية المستدامة وكذلك وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين اللي غيتم إن شاء الله الإعلان عنه أيضا وتفعيله بخريطة الطريق في المؤتمر المناخي 24، بحيث ستكون مناسبة أيضا للتشاور وكذلك التقاسم مع مجموعة خاصة المانحين على المستوى الدولي، من أجل أن تكون الإمكانية للجماعات الترابية. اليوم عندنا مخططات تنموية جهوية فيها شقين ديال التغير المناخي، شق متعلق بالتكيف وشق متعلق بمقاومة التغيرات، لادابتاسيون لاتونياسيون، التخفيف والتكيف. هذا لأن المغرب الحمد لله كما كتعرفوا عنده مش قدم الأمم المتحدة المساهمة المحددة وطنيا، كذلك عنده سياسة وطنية مناخية، بالإضافة إلى ذلك عنده الإطار العام الحكومي اللي هو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهذه كلها شروط قادرة إن شاء الله غادي يكون عند المغرب الحظوظ الكبرى أنها تعبئ مالية فيما يتعلق بالمشاريع تقاوم وتخفف من أثر التغيرات المناخية، بل أكثر من هذا كيفما صرحنا في الندوة الصحفية أن غادي يكون كذلك المشروع المغرب موضوع مشاريع ممكن استنساخها في القارة الإفريقية، وهذا هو أهمية كذلك هذا المشروع اللي تقاسمناه هو كذلك بشراكة مع الصندوق العالمي لتنمية المدن والجماعات. وسنمضي إن شاء الله باش يبقى بلادنا أولا في نفس الإشاعة ونفس الريادة، ولكن أكثر من هذا لأن كما قلت أنا راه التغير المناخي اليوم هو تهديد صامت، ولكن يتحدث بالكثير من المؤشرات، أقلها هو ما يمكن أن ينتجه من تأثير مباشر ككلفة في الناتج الوطني. إن شاء الله إحنا يا واعين وعندنا إرادة عمليا من أجل مواكبة الجماعات الترابية باش تكون مشاريع ليست فقط أن تخفف من كلفة التغير المناخي عفوا، ولكن كذلك أن تكون عندها واحد القيمة مضافة كمشروع مشاريع تنموية مدرة للدخل، وهذا الحمد لله ربينا فيه في مجموعة ديال الجهات. Et voilà, nous sommes maintenant dans une initiative intégrée, participative, responsable pour continuer et accélérer ce parcours, ce processus. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.